نريد بيانا عن مشروعية الأضحية وبعض الأحكام المتعلقة بها، لأننا نسمع من بعض الناس أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، فنريد إيضاحا حولها، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ذبح الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، وحتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن قدر على الاستدانة واستدان وضحى فهو أحسن. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها لأنها شعيرة عظيمة. الله تعالى يقول: فصلي لربك وانحر، ويقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك هو الذبيحة، التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي والهدي يوم الأضحى وأيام التشريق، هذا من أفضل العبادات وهو سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها في هذه الأيام، لأن ذبحها يشتمل على الصدقة بلحمها وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها، وفيه إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التفريط في هذه الشعيرة العظيمة. والصدقة لها مجال آخر، الصدقة مشروعة في كل وقت، أما الأضحية فإنها مشروعة في هذه الأيام فقط، فلا ينبغي تفويتها. نعم. حتى بالنسبة لمن كان حاجاً فضيلة الشيخ، هل له أن يضحي وإن كان لا يلزمه الهدي، هل له أن يهدي؟ الذي يهدي يكفي هديه عن الأضحية، لأن المطلوب منه أن يذبح في هذه الأيام ويتقرب إلى الله، وإذا ذبح الهدي فإنه يكفيه عن ذبح الأضحية، إلا أنه ينبغي أن يكون في بيته أضحية، حتى ولو حج وأهدى إنه ينبغي أن يكون في بيته وعند أولاده أضحية عملا بالسنة، ولتعود بركاتها على أهل بيته. وكذلك من لم يكن عليه هدي واجب لتمتع أو قران، فإنه يستحب له ذبح الهدي ليشارك المسلمين في التقرب إلى الله بالذبح في هذه الأيام. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يتحرج من ذبح الأضحية بسبب ما يشرع له من الامتناع في العشر، كما هو معروف من قص الشعر والظفر، فيقول: إذا كانت الأضحية ستمنعني من التزين للعيد ومن مثلا قص الأظافر أو شيء من هذا، والنساء كذلك من مشط شعورهن، فإنهم يتركون الأضحية، فهل لهم ذلك؟ هم لهم ذلك، الأضحية ليست واجبة. نعم. ولكن إذا تركوها فاتهم أجر عظيم، فاتهم أجر عظيم، وهذا ينقص من ثوابهم، وهم بحاجة إلى العبادة وبحاجة إلى الأجر. ولا ينبغي للإنسان أن يترك الأضحية من أجل أنه يؤمر بالامتناع من أخذ شعره وبشرته وأظافره، فإن هذا لا يكلفه شيئا، وهي أيام قليلة، ولا يشق عليه ترك هذه الأشياء في أيام العشر، مع العلم بأنه يمكنه أن يأخذ هذه الأشياء قبل دخول شهر ذي الحجة، فلا يكون به حاجة إلى أخذها في عشر ذي الحجة، فهذا عذر ليس بوجيه. نعم. جزاكم الله خيرا.